أهلا بكم في الموجز الأسبوعي لأبرز أخبار وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. بمناسبة مرور عام كامل على تشكيل الحكومة، أعلن السيد الوزير في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة مجمل المشاريع التي تنفذها الوزارة، ولا سيما في قطاع الطرق والجسور. الوزارة حاليا تنفذ 306 مشاريع على عموم العراق في قطاعات الطرق، هي الأكثر مشاريع الآن ننفذها، أكثر من 90 مشروع في مجالات الطرق والماي والمجاري، وأيضا في قطاع الإسكان اللي هو الأضعف وما يلبي الطموح. وبشأن مشاريع المدن السكنية الجديدة، بيّن السيد الوزير أن هذه المشاريع مخططة بشكل حضاري وستلبي المتطلبات البيئية والمستدامة واستخدام المواد العازلة في البناء. كانت الدفعة الأولى 5 مدن، نجحنا في 4 منها، في الموصل وفي بغداد وفي كربلاء والحلة، وأخفقنا في واحدة منها اللي هي الفلوجة. العروض اللي وصلتنا ما كانت تلبي الطموح، لذلك تقرر إعادتها، وراح تكون هناك خلال الأيام القادمة الإعلان عن 6 مدن جديدة تم إحالة كل هذه المدن بشفافية عالية وبشروط مقبولة، وهذه راح تكون مدن جديدة وليس أحياء جديدة، مخططة بشكل حضاري تلبي متطلبات البيئية والاستدامة واستخدام المواد الحديثة العازلة في البناء واستخدام الطاقة النظيفة بنسب كبيرة، وأيضا أنه تكون بها مناطق خضراء وكل الخدمات الأخرى. وراح تلاحظون إن شاء الله في القريب العاجل انطلاق أعمال البناء في هذه المدن، راح يستفادون منها المواطنين بشكل كبير وراح تساهم في تخفيض أسعار العقارات. ترأس السيد الوزير اجتماعا ضم الفريق الحكومي الخاص بمشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية، حضره ممثلو الشركات المنفذة مشيدا بالحس الوطني العالي وروح الفريق الواحد التي تحلى بها جميع القائمين على المشاريع، مؤكدا أن وتيرة العمل مستمرة ليلا ونهارا وهو حصاد للجهد الكبير الذي بذل من مراحل التخطيط والتصميم. ونبقى في ملف الحزمة الأولى، حيث زار السيد الوزير برفقة أمين بغداد مشروع تصميم وتنفيذ وتطوير ساحة النسور، أكبر مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد ومتابعة الطرق البديلة لضمان انسيابية الحركة المرورية، مشددا على الالتزام بالتوقيتات المحددة للمشروع. تستمر الوزارة العمل على مدار الساعة بمشروع تطوير وتنفيذ مجسرات ربط طريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستومية. ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا المهندس المقيم حازم مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تقوم دائرة الطرق والجسور إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان بتنفيذ مشروع ربط مجسر محمد القاسم مع طريق قناة الجيش جهة حي الأمين، واحد مشاريع فك الاختناقات العاصمة بغداد الحزمة الأولى. المشروع يتضمن عدة فقرات رئيسية، الفقرة الأولى هي تعريض الطرق الخدمية لتأمين 3 ممرات إضافية وتنفيذ 5 مجسرات على حوض القناة، 4 منها استدارات أرضية لتحويل الحركة لجانبي القناة، إضافة إلى مجسر فوقاني بطول 560 متر، إضافة إلى نفق موازي للنفق الحالي بطول 300 متر. الأعمال الجارية بوتيرة عالية وشفتات تتضمن 24 ساعة عمل باليوم، وحاليا وصلت نسب الإنجاز إلى نسب متقدمة، حيث تم اكتمال ما يتجاوز نسبة 50% من الاستدارات، تم صب الركائز وسقفين من أصل 4، إضافة إلى المباشرة بأعمال المجسر، وتم صب 18 ركيزة من أصل 43، والأعمال مستمرة في أعمال الطرق حتى وصلت الأعمال إلى أعمال طبقات الحصى الخابط وطبقة الأساس الحجر. أنجزت الوزارة 90% من مشروع ماء النهروان الذي سيعمل بطاقة 4000 متر مكعب بالساعة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا المدير العام للمديرية العامة للماء عمار عادل. مشروع ماء النهروان أحد المشاريع التي تنفذها المديرية العامة للماء إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بلغت نسبة إنجاز المشروع
87%. المشروع مشيد على ليعمل بطاقة 4000 متر مكعب بالساعة، مشيد على قرابة 100 دونم، يخدم أهالي مركز قضاء النهروان والمناطق المجاورة، وشكرا جزيلا. أنجزت الوزارة مؤخراً مشروعي طريق الطاقة الذرية في بغداد الذي نفذته شركة أشور العامة للمقاولات الإنشائية بطول 9 كيلومترات ومجسر تقاطع الدلة بمدينة تكريت في محافظة صلاح الدين الذي أشرفت عليه مديرية البلديات العامة. في الختام تابعوا منصاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. تقبلوا مني أطيب التحايا، إلى اللقاء. We'll be right back.